السلام عليكم أعزائي الطلاب، إن شاء الله هنبدأ النهاردة نتعلم إزاي نستخدم الإكسل في عمليات اللي هو التفاضل والتكامل. فإحنا ببساطة إحنا عندنا دالة ساين أوميجا تي، إحنا عاوزين نتعلم إزاي نقدر نعملها باستخدام الإكسل، إزاي نفاضلها وإزاي نكملها. هي القصة ببساطة، أنا هشرح القصة الأول إزاي إحنا بنعمل الكلام ده، وبعد كده نشرح الستيبس اللي إحنا استخدمناها. الأول ده اللي هو شكل اللي هو الإكسل شيت بتاعه أهوت، طبعا إحنا عارفين إن في الإكسل شيت إن عنوان كل خلية ما هو إلا كومباينيشن ما بين حاجتين، ما بين الرمز وما بين الرقم. الرمز ده بيدل على اللي هو العمود، وعندنا الصف بيبقى بالأرقام، يبقى 1 2 3 4 5 ده رقم الصفوف اللي عندنا، والأعمدة A B C D E وهكذا. لو حضراتكم احنا جينا في اللي هو العمود A ده هوت، انا هدخل الزوايا اللي عندنا بس بالتقدير اللي هو 60، ولكن هنا انا في المحاضرة اللي فاتت كنت بمشي كل 5، احنا هنا عاوزين نمشي بزوايا صغيرة، يبقى انا عندي 0 1 2 3 4 وهكذا. طيب في البي دهوت انا هروح احول عندنا من 60 ليه اللي هو التقدير اللي هو الدائري. يبقى انت سيادتك روح بص على المحاضرات اللي فاتت وشوف احنا ازاي كنا بنحول من التقدير 60 ليه اللي هو الدائري، ودخل عندنا قيمة الزاوية سيتا بس بالتقدير اللي هو الايه، بالتقدير اللي هو الدائري. وحاجه بعد كده في العمود سي دهوت، في العمود سي هروح اعمل يساوي، الداله بتاعتنا كانت داله ساين، واروح اقول له بي واحد. طبعا اول ما اعمل انتر، الانتر في الحاله ديت هروح يحسب لي قيمه الساين اللي موجود عندنا في اللي هو البي ايه، البي واحد. بعد كده عشان ما اكررش كتابه المعادلات في كل خلية، أنا ببساطة هروح بحدد الخلية دهيت، وأروح أعمل عندنا عملية السحب إلى أسفل، أروح أحسب عندنا ساين بي 2 وهنا ساين بي 3 وهنا ساين بي 4 وهكذا. بعد كده أروح أرسم لي علاقة ما بين العمود سي وما بين العمود بي، يبقى أنا كده بحسب ساين الزاوية كدالة في اللي هو الزاوية، هلاقي إن العلاقة تطلع عندي بالشكل ده كده. طبعا هنا صفر، هنا باي، هنا عندنا اللي هو الاتنين ايه، الاتنين باي، وده العلاقة ما بين دي العلاقة اللي احنا عارفينها اللي هو شكل الساين، شكل الايه، شكل اللي هو الساين. طيب احنا عاوزين نجيب اللي هو التفاضل. التفاضل ما هو الا الميل عند كل نقطة. طبعا انتوا كنتوا عارفين احنا الميل اي شكل، عشان اجيب عنده الميل كنت بروح اجيب فرق الصادات، طبعا كنت بعمل المماس واروح اعمل المثلث، وكنت بجيب فرق الصادات اروح اقسمه عندنا على اللي هو فرق الايه، فرق الصادات على فرق اللي هو السينات. ده اللي هو معنى للتفاضل. التفاضل يبقى تاني تفاضل اي دالة عند اي نقطة ما هو الا الميل عند هذه النقطة، وبالتالي ما هو الا فرق الصادات عندنا على مين، على فرق السينات. وعشان اعمل التفاضل حاجة عندنا هنا كده في الخلية اللي هي دي دهيت، هروح اعمل يساوي، بص كده هكتب المعادلة دي لو انا جيت في او سيب ديت فاضية، سيب لي ديت فاضية، وتعالى لي في الخلية اللي هي الدي 2 دهيت، اعمل يساوي، اكتب بقى سي 2، سي 2 ناقص سي 1 مقسومة عندنا على سي 2 ناقص سي 1، يبقى ده فرق الصادات، لأن السي ده كان هو ساين الزاوية اللي موجود عندنا على محور اللي هو الصادات، على اللي هو بي 2 ناقص بي 1 ده اللي هو عندنا كان عبارة عن فرق الإيه؟ فرق السينات. لو أنت كتبت المعادلة ديت هنا كده روح اعمل لي إنتر، يبقى أنت كده حسبت الميل عند الميل الناتج عن الخلية، بص كده الفرق ما بين دول على الفرق ما بين دول. طبعا هنا كده المفروض عشان احسب الميل في الخلية دهيت كنت هروح نفس الكلام اطرح الاتنين دول من بعض واقسمهم على حاصل الطرح هنا كده
الاثنين دول من بعض عشان اجيب فرق الصادات مقسوم عندنا على فرق الايه، فرق اللي هو السينات. فانا مش هقعد كل شويه اكتب المعادله ديت مره تانية، فانا ببساطه بالطريقه اللي احنا عارفينها هروح احدد الخليه دهيت، واروح اقوم عندنا بعمليه الايه، عمليه السحب. هو بقى هيطلع لي الميل في الخليه دي، بعد كده يطلع لي الميل في الخليه دي، الميل في الخليات، وهكذا. وروح ارسم لي علاقه ما بين الدي وما بين البي. لاحظ ان الدي ده ما هو الا الميل دلوقتي، وما بين البي اللي هو كان الايه، كان اللي هو الزاويه اللي عندنا. لو حضرتك رحت رسمت العلاقه دهيت هتلاقي يطلع لك شكل بالشكل ده كده، وده اللي هو الشكل اللي هو الاصفر اللي انا رسمته ده ما هو الا كوساين سيتا، الشكل اللي هو الايه، التمثيل البياني بتاع الكوساين سيتا. وبالتالي يبقى فعلا احنا اثبتنا بالاكسل ان تفاضل الساين ما هو الا عندنا الا مين، الا كوساين اللي هو الزاويه. طيب احنا عشان نعمل التكامل، احنا هنكتب معادله هنا كده، انا هشرح لك الاصل بتاعها جه منين. هنا برضك في الخليه دهيت هروح اكتب هكتب يساوي، هروح اقول لك سي 3 سي 2 زائد سي 1 على 2 مضروبه في اللي هو بي 2 ناقص بي 1. عشان بس نفهم المعادله دهيت، بص كده، انا كما لو كنت اخدت المتوسط بتاع الخليتين سي 2 زائد سي 1 مقسوم عندنا على 2 مضروبه في الفرق ما بين البي 1 ومين، واللي هو البي 2. الكلام ده انا هروح اكتبه في الخليه اللي هي الخليه دلوقتي اللي هي كانت الاي 2. طبعا اول ما اعمل انتر هيطلع لك القيمه بتاعت اللي هي المعادله دي، تمام كده. المعادله دي ببساطه ما هي الا التكامل الناتج عن الخليتين سي 2 وسي 1. واحنا هنفهم اصل المعادله جه منين دلوقتي. هروح بقى في الاي 3 دهيت، في الاي 3 هروح اكتب له المعادله دي، هروح اكتب له ان الـ يساوي سي 3 زائد سي 2 على 2، يبقى برضو ده ما هو الا المتوسط بتاع الخليه سي 2 وسي 3، هروح اضربه عندنا في اللي هو بي 3 ناقص بي 2 بس زائد اي 2. هنا لاحظ بقى انا بعمل ايه، انا جبت المتوسط بتاع الخليتين سي 2 وسي 3 ورحت ضربته في الفرق ما بين الاثنين البي 2 والبي 3، والناتج اللي هيطلع المفروض هينجمع عليه التكامل اللي انا كنت عامله قبل كده اللي هو كان موجود في الخليه عندنا مين؟ اي 3. الكلام ده كله لما اعمل انتر الناتج هيطلع عندنا في الخليه اللي هي كانت عندنا كام؟ اي 3. طب لما اقوم بقى بعمليه السحب، شوف بقى اللي هيتم لما اقوم بعمليه السحب، لما اجي عندنا في الخليه اي 4 هو الاكسل هيعمل ابديت للمعادله، هيروح يجيب لي المتوسط بتاع سي 4 وسي 3 على 2، يروح يضربهولي في البي 4 ناقص بي 3 اللي هو الفرق، ويروح يجمعهولي على اللي انا كنت حاسبه قبل كده في الاي 3. طب لو انا جيت رايح ساحب اكتر هيروح هو يعمل ابديت في الاي 5، هيروح يجيب المتوسط ما بين اللي هو السي 5 زائد السي 4 على 2، الكلام ده هو يضربهن في السي 5 ناقص السي 4 زائد اللي كان محسوب قبل كده في الخليه اي 4 وهكذا. طب هي ايه المعادلات اللي احنا بنعملها دي، او المعادلات دي جت منين؟ يقول لك تعالى ببساطه كده، انت عشان تروح تعمل التكامل، احنا خدنا زمان ان التكامل ما هو الا المساحه اسفل المنحنى. وبالتالي لو انا عندي داله بالشكل ده كده وانا عاوز اجيب التكامل بتاعها، اروح اقسمها لي الى اعمده، احنا عاوزين نجيب مساحه العمود الاولاني اللي هو ده كده، او هات لي مثلا العمود ده كده، اي عمود من دول المساحه بتاعته ما هي المساحه ما هي الا الطول
في العرض. العرض ده اللي هو كان فرق السينات، ففرق السينات يعني سي مثلا بي 2 ناقص بي 1، ده فرق السينات عند نقطة معينة. طيب الطول بتاعك، الطول ده اللي هو الارتفاعات، بس المستطيلات اللي عندنا ده هي الارتفاعات بتاعتها مش متساوية. يعني مثلا هتلاقي ان الطرف، بص كده، الطرف الشمال ده هو كان ليه طول معين، لكن الطرف اليمين ده هو كان ليه طول تاني. فانا عشان كده الطول لما احب احسبه هحسبه من خلال اللي هو المتوسط. فلو انا افترضت ان ده كده كان الطول بتاعه سي واحد وده الطول بتاعه كان سي اتنين، فانا هروح يبقى المتوسط بتاع الطول ما هو الا سي اتنين زائد سي واحد مقسوم عندنا على كام؟ مقسوم عندنا على اتنين. وبالتالي يبقى اذا المعادله ده هي تقدر انها تحسب لي مساحه مستطيل من اللي هو المستطيلات. طب انا بقى مش عاوز احسب مساحه مستطيل واحد، ده انا عاوز احسب الايه؟ الكل. فالاكسل الاول بيعمل ازاي؟ بيحسب مساحه اللي هو المستطيل الاولاني، ده اللي هو تم عندنا في الخليه اي 2. بعد كده لما راح في الخليه اي 3، لما راح الخليه اللي بعدها، احنا عاوزين نحسب مساحه اللي انا مظلله بالاصفر ده كده. فانا الاول بروح اكتب المعادله بتاعتي اللي بتستخدم في الحسبه زائد المساحه اللي انا كنت حاسبها قبل كده، اللي عندنا مساحه مين؟ اي 2. اللي انا مظللهم بالاصفر دلوقتي اصبحت المساحه بتاعتهم باي 3. عشان احسب المساحه الكليه لما اوصل عندنا عند اللي هو المستطيل اللي انا مظلله بالاصفر دلوقتي، هروح الاول استخدم المعادله بتاعتي اللي هي العاديه اللي هي متوسط الطول في العرض عشان اجيب مساحه اللي هو المستطيل دهوت زائد المساحات اللي كانت موجوده قبل كده. فالمساحات اللي كانت موجوده قبل كده كانت قيمتها عندنا بكام؟ باي 3. وهكذا بقى. طبعا انت لما بتقوم انت بعمليه السحب في الاكسل، الاكسل الاول بيطبق المعادله على المستطيل الاول يجيب مساحته، لما اسحب يجي رايح حاسب مساحه المستطيل الثاني وجامع عليها مساحه المستطيل الاولاني، بعد كده لما تروح عند الثالث يجيب المساحه بتاعته زائد المساحات اللي قبل كده، لحد ما لحد ما تكمل مستطيل في مستطيل في مستطيل، لحد ما في النهايه تروح تخلصت على ايه، تعمل كل المستطيلات اللي موجوده عندنا جوه الايه، جوه الداله بتاعتك. وبالتالي يبقى انت قدرت تحسب التكامل بتاعها زي الايه، بتاعها زي اللي هو الداله. طبعا لو انت رحت، لو احنا رجعنا للاكسل شيت، ان المعادلات بتاعتي دهيت، انا رحت في الـ 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 انا كان عندي اي 2، رحت حسبت بعد كده المساحه بتاعت اي 3، ولاحظ ان المساحه بتاعت اي 3 كانت المستطيل بتاعها زائد قيمه اي 2، والمساحه اللي هنا نفس الكلام في اي 4، انا حسبت مساحه المستطيل زائد عمليه الجمع خلت اي 2 واي 3 معاك. وهكذا روح بعد كده ارسم لي علاقه ما بين المستطيل، ما بين العمود اي وما بين اللي هو البي. هتلاقي ان لو انت رحت رسمت علاقه ما بين الاي وما بين البي، هتطلع العلاقه بتاعتك بي اللي هو الشكل ده كده، حاجه تقريبا بالشكل ده كده. ده كده اللي هو سالب واحد، وده كده اللي هو عندنا ايه، واحد، والشكل ده هو اللي هو شكل سالب كوساين سيتا. لاحظ ان طبعا في ده اللي هو كان العمود اي كداله في اللي هو العمود بي، فده ما هو الا كان العمود اي دهوت احنا حطينا فيه تكامل ساين سيتا، واحنا فعلا عارفين ان تكامل ساين الزاويه ما هو الا سالب الكوساين بتاع الايه، سالب الكوساين بتاع اللي هو الزاويه. انت كتدريب بالنسبه لك انت ممكن تعمل نفس الستبس دي. انا عاوزك تروح تشتغل على كوساين الزاويه بقى. يعني انت الاول كان عندك الزاويه بالتقدير الستيني، بعد كده هتروح تعمل لي عمود فيه الزاويه بالتقدير اللي هو الدائري، بعد كده تروح عمود تاني فيه كوساين الايه، الزاويه. العمود ده هو تروح تجيب فيه اللي هو فرق الصادات عندنا على فرق السينات، يبقى انت كده عملت التفاضل بتاع اللي هو الكوساين بتاع اللي هو الزاويه. وتروح ترسم لي ما بين العلاقه ما بين العمود دوت ما بين التقدير اللي هو الايه، التقدير اللي هو الدائري. هتلاقي نفسك طبعا احنا عارفين ان تفاضل الكوساين ما هو الا بسالب ساين. فانت لو رحت، لو كان ده العمود A وده العمود B وده C وده D، لو رحت رسمت العلاقة ما بين الدي وما بين البي، هتلاقي الشكل اللي طالع ما هو الا شكل السالب ساين بتاع اللي هو الزاوية. روح نفس الكلام العلاقات بتاعت التكامل، روح حطها لي في العمود E. لو انت رحت رسمت علاقة ما بين العمود الاي، ما بين العمود اي وما بين اللي هو البي،
العلاقة اللي عندك هتطلع عندنا علاقة اللي هي الايه، علاقة اللي هي الساين. التدريب التاني اللي انا عاوزك برضك تدرب نفسك عليه، لو انا عندي موجة مربعة، الموجة المربعة الشكل البياني بتاعها بالشكل ده كده، طبعا انت عندك الموجة المربعة كده بتاخد الشكل، هي موجة قيمها حاجة من اتنين، يا اما بتبقى بواحد يا اما بتبقى عندنا بسالب واحد، فهي من الصفر للباي بتاخد واحد، ومن الباي لي اللي هو الاتنين باي بتاخد عندنا السالب ايه، السالب واحد. لو انت رحت حسبت اللي هو حسبت الميل بتاعها، طبعا الميل كان هو فرق الصادات عندنا على فرق الايه، فرق الصادات عندنا على فرق السينات، فلو انت ملاحظ من الصفر للباي اصلا الداله ما بتتغيرش، القيمه بتاعتها عندنا كانت بكام، بواحد، فعشان كده من الصفر لحد الباي هتلاقي ان الميل بتاعك يطلع بصفر، لان طبعا تاني الميل ما هو اللي الدلتا واي عندنا على مين، على دلتا اكس، فانت عندك من الصفر للباي الداله قيمتها بواحد، فمفيش تغير في قيمه الواي، وبالتالي يبقى الميل اللي عندنا هيساوي عندنا كام، هيساوي عندنا صفر لحد ما اوصل للباي. اول ما اوصل للباي عند الباي الداله بتقلب، بتقلب من الواحد عندنا لمين، ليه اللي هو السالب واحد، وبالتالي هتبص تلاقي ان يطلع عندك ايه، يطلع عندك قيمه للميل، وترجع مره تانية بعد الباي مباشره الداله عندنا قيمتها بتبقى ايه، بتبقى عندنا ثابته اللي هو بالسالب واحد، فهتلاقي مره تانية ترجع تاني الداله عندنا قيمتها ثابته لحد ما اجي عند الاثنين باي، عند الاثنين باي الداله بتقلب من السالب واحد تروح عندنا الى الايه، الى الواحد، فهتبص تلاقي يطلع عندك، يبقى اذا الميل مش هيبقى ليه قيمه غير عند الباي والاثنين باي والثلاثه باي والاربعه باي وهكذا، لما الداله تقلب من الواحد عندنا الى الايه، الى اللي هو السالب واحد. ده بالنسبه لي اللي هو عمليه التفاضل. طب بالنسبه لعمليه اللي هو التكامل، تاني التكامل احنا قلنا ما هو الا التكامل، ما هو الا المساحه اسفل الايه، المنحنى. فلو انا رحت الدالة اللي عندي رحت قسمتها عندنا إلى أعمدة، طبعا ده مساحة العمود الأول، بعد كده هروح أحط عليها مساحة العمود الثاني، بعد كده هروح أحط عليها مساحة العمود الثالث، بعد كده هروح أحط عليها مساحة العمود الرابع وهكذا. فلو أنت جيت ترسم ترسم العلاقات هتبص تلاقي في اللي هو من الصفر للباي الدالة المساحات اللي عندك عمالة تنجمع على بعضها، وبالتالي القيمة عمالة ايه، القيمة عمالة تزيد من الصفر عندنا للايه، للباي. طيب بعد الباي، بعد الباي انت هنا كده بص المساحة دي بس موجودة في الجزء السالب، فانت ده هي مساحة سالبة، لما تنحط على المساحة الكلية بتاعت ده كده فالرقم هيقل شوية، يعني من الرسمة بتاعتي كده انا كنت راسم اللي فوق دوت مثلا كان 4 أعمدة، ده كان عبارة عن 4 أعمدة، لما اجي في هنا كده انا شلت منهم عمود، مساحه عمود، وبالتالي اللي متبقى عندي يبقى 3 أعمدة بس، وبالتالي هتلاقي الرقم ده هو اتقل شويه. طيب لما اروح اخد مساحه اللي بعده اطرحها من المساحه الكليه اللي كانت موجوده عندي، فتلاقي الرقم بدا يقل تاني وهكذا بقى لحد ما اوصل عندنا للاثنين ايه، للاثنين باي لو انت رحت وهكذا. وبالتالي هتبص تلاقي ان شكل الموجه اللي هي المربعه دهيت، الموجه المربعه عندنا في النهاية الشكل بتاعي ما هو أصبح عندنا اللي هو الشكل الإيه؟ الشكل اللي هو المثلثي. يبقى إذا بطول بسيطة زي الإكسل نقدر إن إحنا نعمل عندنا عمليات تفاضل وإيه؟ عمليات تفاضل واللي هو التكامل. أتمنى إن أنتم تكونوا فهمتوا المحاضرة، واللي عنده أسئلة أنا إن شاء الله نتواصل إيه؟ نتواصل مع بعض. الكونكلوجن بتاعي بس عشان الناس ما تتوهش، إحنا عندنا التفاضل، تفاضل الدالة ما هو إلا الميل، تفاضل الدالة عند نقطة ما هو إلا ميل الدالة عند هذه النقطة، والميل ما هو إلا فرق الصادات عندنا على فرق الإيه؟ فرق الصادات عندنا على فرق اللي هو السينات. فأنت بالإكسل اللي بعد ما بتحسب قيمة الدالة بتاعتك كل اللي بتعمله إن أنت بتإيه؟ بتروح تطرح الخلايا اللي فيها الدالة، زي مثلا ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 مقسومة عندنا على الفرق اللي هو كان ساين سيتا على سيتا 2 ناقص سيتا إيه؟ سيتا 1. فيبقى اذا بالطريقه بالمعادله البسيطه دهيت، طبعا لو انت رحت عملتها في خليه يبقى انت حسبت تفاضل الداله عند الخليه دهيت. لما تروح تعمل عمليه السحب الاكسل فيه ميزه ان هو بيروح يعمل ابديت للعناوين بتاعه الخلايا بتاعته، وبالتالي يبقى انت قدرت تحسب التفاضل بتاع الداله عند كل الايه، عند كل النقاط بعد كده. نفس الكلام في التكامل، التكامل التكامل ما هو الا المساحه اسفل الايه،
المساحة أسفل اللي هو المنحنى. فزمان أوريتكم في الرسومات، أنا كنت بقسم المنحنى اللي عندي بقسمه من تحت إلى مستطيلات، بس للأسف المستطيلات دي ما كانتش متساوية في الأطوال. فعشان كده أنا كنت بعمل إيه، كنت بروح أجيب المتوسط بتاعة الأطوال أضربه عندنا في العرض اللي موجود عندنا، يبقى أنت كده حسبت التكامل عند هذه الإيه النقطة. نفس الكلام لما تروح تعمل عندنا عملية السحب، هيروح يعمل هو أبديت للخلايا، عناوين الخلايا اللي عندك، يبقى انت قدرت تحسب التكامل عند كل الايه عند كل اللي هو الخلايا. وبالتالي دي الفكره البسيطه. بس هنا في ملحوظه عشان الناس اللي هو اللي بتحب تجرب بايديها، الطريقه اللي احنا ماشيين بها دهيت يفضل ان الزوايا، الفرق ما بين الزوايا يكون صغير. يعني مثلا في لما تيجي العمود الاولاني اللي كنت بتدخل فيه الزوايا، ما ينفعش مثلا تمشي صفر بعد كده 20 بعد كده 50 40 وهكذا، كده الفرق كبير. لو حبيت تعمل تفاضل او تكامل الناتج مش هيطلع مظبوط. لكن الشرط الاساسي بتاع هذه الطريقه ان الفروقات اللي هو لان ده كمان، لان تاني لو انت فاكرين معانا حتى في العملي، لما كان بيبقى عندك منحنى وانت عاوز تحسب الميل بتاعه، كنت بتروح تجيب المماس عند النقطة، المماس عند النقطة، وبالتالي في الحالة دهيت يبقى أنا عاوز الفرق ما بين الفرق في السينات دوت، يبقى عندنا حاجة إيه، يبقى عندنا حاجة صغيرة عشان فعلا يبقى مماس للإيه، يبقى اللي أنا يبقى فعلا ده الفرق الدلتا واي على دلتا واي على دلتا إكس فعلا اتعملت لمماس. وبالتالي يبقى الشرط بس الأساسي إن مثلا صفر تمشي 1 2 3 4، وكل ما صغرت الفرق ما بين الزوايا كل ما الحسبه بتاعتك طلعت مور اكيوريت او طلعت ايه، طلعت ادق. اتمنى ان الناس تذاكر بقى من من المحاضرات. انا هقف معاكم لحد هنا في استخدامات الحاسب في الفيزياء. الناس تذاكر كل المحاضرات اللي احنا اخدناها، سواء اللي احنا اخدناها على السبوره او اللي انا سجلت لكم لها فيديوهات، لان انا ان شاء الله المره الجايه هبدا انزل مجموعه من الاسئله واشرحها. يعني انا مثلا عشان نتعود شكل الامتحان هيبقى عندنا عامل ازاي. وان شاء اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه.